اليوم معنا في الصالون الدكتورة وصال أبو سعدة، أستاذ القانون المدني كلية حقوق جامعة طنطا، وفضيلة الشيخ محمد موسى علي داية إمام وخطيب آل البيت بصنفات، والدكتور محسن نعيم السعيد فرج إمام وخطيب مسجد العبسي بصنفات، والحاج صبري الشحات عبيد رئيس مجلس إدارة جمعية الفهد الخيرية بصنفات، والأستاذ حسن السويدا أمين مساعد الحزب بصنفات والعمل في المجتمع. بداية النهاردة عايزين نتكلم ونوضح لبعض الناس بعض الأمور المفترض الناس تبقى عارفاها، أساليب الوقاية والحماية ودور المجتمع المدني في هذا العمل، ودور المثقفين والنخبة في هذا العمل، ودور الدين ورأي فقهاء الدين في هذا اليوم أو في هذه المرحلة الخطرة التي تمر بها البلاد. ولذلك بداية حواري بداية أسأل فضيلة الدكتور محسن نعيم، إيه دور رجال الدين في هذه المرحلة الآن؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى برحمته وفضله وكرمه أن يرفع البلاء والوباء عن العالمين، وأن يجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد العالمين، اللهم ربنا آمين. أيها المسلمون الكرام، إحنا في فترة فاصلة في أمتنا، ومحتاج مننا كلنا إن إحنا نتعاون، محتاج مننا كلنا إن إحنا نأكد واجبنا نحو أنفسنا ونحو هذا الوطن، بل نحو العالم أجمع. يعني مسألة مهمة. عشان كده البداية مع قول الله تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكل. التوكل يعني أن الإنسان بقلبه يعتمد على الله، دي التوكل. ومن تمام التوكل ان احنا ناخد بالاسباب. القران عندنا ما سبناش في كل قضيه وفي كل مساله مهمه، وجهنا وقال لنا كلام عشان ان احنا ننتفع به. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يريدن ممرض على مصح. ما ينفعش ابدا ان واحد مريض يمشي يتجول في الشارع. واحد تيقن ان هو مريض خلاص ما يروحش الجامع يجي الناس، ما يمشيش في الشارع، ما يروحش يحضر المناسبات،
لا ده فرح فلان، لا ده في عزة في المكان الفلاني، يروح يتسبب في نقل العدوى. لهذا الكلام يترتب عليه أمر خطير. يعني أقل شيء للإنسان القريب اللي هو تنقل إليه العدوى، الإنسان ده يتألم، سنة يتوجع، سنة يصرف مبالغ رهيبة، ده أقل شيء، بل ربما إن هو يموت. عشان كده الأمر ما هواش سهل ولا حاجة. ده ممكن الإنسان اللي هو المصاب أو المريض لما يمشي في الشارع وبعدين يتسبب في قتل إنسان أو أرواح، انت عن مدى ذلك فهو قاتل لهذه النفس البشرية قتل عمد، أو إن هو مش مدرك لخطورة المسألة أو لأبعادها، يقول لك يا عم إحنا متوكلين على الله، أنا مش قادر إنني أقعد في البيت أصل أنا مخنوق. لا، بنقول له لا، ده أنت لو حد مات على الأقل فهو قتل خطأ، أنت إزاي إنك تذهب نفس بشرية؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إزاي إن واحد يعني يتسبب في موت إنسان أو في قتل إنسان؟ إزاي الكلام ده؟ ما ينفعش. سيدنا النبي محمد بيقول إيه؟ عشان الإنسان يلزم بيته اللي هو الإنسان المريض. مسألة الحكر الصحي ده مأخوذة من كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليها. إذا سمعت بالطاعون في بيت فلان ما ينفعش إنك تروح تزوره. إزاي يعني تزوره هو أصلا فريق؟ ده ممكن هو يموت فيها وكمان ويروح يهدي أهل بيته وكمان. المسألة لها أبعاد كتير. يبقى إذا سمعتم بالطاعون بأرض في أي بلد أو في أي قرية أو في أي بيت يبقى ما تقربلوش فلا تقدموا عليه. وإن وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. ما ينفعش الإنسان يخرج من بيته لأنه مخنوق، لأنه مش قادر إن هو يقعد في البيت. لا، بنقول ده ممكن في ناس تموت بسبب خروجك يعني من بيتك، ويبقى المسألة كلها خطيرة. طيب، كمان لازم ناخد بالأسباب. لازم إحنا ناخد بالأسباب. احنا نفسنا ناخد بالاسباب والمصاب كمان ياخد بالاسباب. من الاسباب ان هو يعالج نفسه. ومن البدايه الوقايه خير من العلاج، الكلام ده لينا كلنا. الوقايه خير من العلاج. سام بنقول ما يقربش لاماكن فيها وباء او فيها انسان مريض ما يقربوش. مساله التباعد الاجتماعي مساله مهمه. مساله ان واحد يكلم الوش في الوش، لا ده مساله خطيره. عشان كده بنقول الكمامة وانت بتكلم حد طالما الوش في الوش. ها؟ ليه؟ عشان خاطر ان احنا نبعد الجراثيم الرذاذ، الكلام ده كل اللي هو يتسبب في اصابة الانسان الاخر بالفيروس. فمسألة الاخذ بالاسباب، الوقاية خير من العلاج. برضه الدين بتاعنا بيقول لنا، الدين بتاعنا دائما شوف بقى الوضوء والغسل كل الكلام ده كله قبل ما تاكل بعد ما تاكل على طول دائما نغسل ايدينا. غسل الايدي باستمرار مهم. غسل الايدي بنبعد عن الاماكن اللي فيها خطر او فيها مشاكل. ليه؟ لان الدين بتاعنا قال لنا كده. يعني ما تزعلش لما تسمع كلام سيدنا النبي محمد، فر من المظلوم كما تفر من الاسد. في الانسان لو شاف الاسد هيجري منه ازاي؟ طيب هو نفس الحكايه، الانسان اللي هو مصاب بمرض يعدي باذن الله، هو الانسان المرض بطبعه ما يقدرش يعمل حاجه، لان المرض من خلق الله رب العالمين، بس هو سبب. عشان كده بنقول ممكن انسان يعدى باذن الله رب العالمين. يبقى انت تاخد بالك، وبرضك ربنا اللي قال لنا من البدايه خذوا حذركم. يعني هو ما سبتهاش كده وتركها، ولكن قال خذوا حذركم، يعني خذ بالاسباب. طيب، سواء كان المريض، سواء كان احنا عموما، نسال الله تبارك وتعالى العفو والعافيه لجميع الدنيا كلها، نسال الله ان يذهب هذا الوباء بلا رجعه، اللهم ربنا امين. بس في ضر علينا برضه، احنا فعلا في ازمه.
لازم نعترف ان احنا كلنا في ازمه. يبقى ان احنا كلنا نتعاون مع بعض. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جه على جماعه من اهل اليمن عرفوا بالاشعريين. سيدنا موسى الاشعري منهم. الناس دي كانت بتعمل حاجه جميله قوي. لما كان بيحصل ازمه او مجاعه كانوا يجيبوا الاكل كله، الطعام والشراب والهدوم وكل الكلام ده، يحطوه في مكان واحد على ثوب واحد، وبعدين يبداوا يفرقوه بالسويه يقتسموه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مدح الناس دي وقال فهم مني وانا منهم. لان الناس بتتكاتف، المؤمن للمؤمن كان بنيان كبنيان يشد بعضه بعض. الناس بتتعاون عشان ان هي تمر من الازمه، مش ان احنا نستغل الازمه بس الاحتكار لاسطوانات الاكسجين للاجهزه عشان نبدا نخليها على الناس. ده ما ينفعش، المفروض ان احنا نتعاون. انا مش هقول لك طلعها مجانا، بس على الاقل بالثمن اللي هو الاساس بتاعها. ما تحاولش انك يعني تظلم الناس في لا احتكار، ما فيش استغلال عندنا في الدين. ما ينفعش هذا الكلام، لا يحتكر ولا خاطئ، مرتكب ملعون، سنة بيستغيل الناس، يعني أين رحمته؟ لأراد